انتوا حطيتوا ايديكم على حاجه مهمه قوي، على شيء يمكن كلنا مش عارفين نمسكه كده او يعني ايه نصطاده كده بالنسبه لاولادنا. دايما عندنا مشكله مع الولاد وهم صغيرين، انا مش عارف هو بيحب رياضه ايه بالظبط، فمش عارف اوظفه فين. ممكن يلعب هنا شويه وهو متقبل عشان غصب عني مثلا طفل بابا بيحب الكوره ولا مامته بتحب السباحه ولا بالزبط. مش عارف ايه، فدايما يزقوه في حاجه يمكن هو مش هويها او مش عايزها بالظبط، فبيفضل طول عمره يلعبها وغصب عنه ممكن هو مش قابلها مثلا. وبرضه في البعض ان هو بيحاول يعرف ابنه عايز ايه او بنته عايزه ايه، ده من الصعوبه جدا بالظبط. ده من يعني احنا الحمد لله عندنا يعني على السوشيال ميديا وعلى بلاتفورمز مختلفه فيدباكس الحمد لله كويسه جدا، عندنا اكتر من 100 ريفيو للعملاء مبسوطين يعني. بس اكتر الفيدباكس اللي كانت بتجيلنا ان اهم حته بالنسبه للبيرنت اللي بتوصله عامله ازاي، ان انا لمست فعلا الموهبه او السكيل بتاعت ابني فين، انا ما كنتش عارف هو عايز يتخصص في ايه او هو حابب ايه بالظبط. فمرحله الفاونديشن هي اول مرحله، دي اكتر مرحله كمان بيبقى فيه ساتسفاكشن او ان انا فعلا انا مش عايز بقى مش كده يكمل او ما يكملش، عايز يتعلم ما اتعلمش، بس انا وصلت ان انا عرفت هو عايز ايه وايه التراك اللي هو فعلا مميز فيه. فدي حته مهمه والله جدا يا محمد، ده على الكبر حتى والله يعني وحياتك لما في ثانويه عامه ولا حاجه بتحتار تخش ادبي ولا علم علوم ولا رياضه ولا، وغير كده بقى تخلص ده كله بقى يا باشا وتخش مثلا مرحله ايه علميه مثلا اكبر شويه، ده انت ما بتخش مثلا يعني اعدادي في هندسه بتخلصها فبتخش بعد كده بقى ايه التخصص بتاعك، انت اصلا بتبقى من جواك محتار بالظبط، خش كهرباء ولا خش ميكانيكا ولا خش مش عارف تعمل ايه اصلا تتخصص ايه. وحتى الطب نفس الكلام يخش مش عارف ايه هنا ولا يخش جراحه ايه ولا إيه. الموضوع محير جدا اصلا على الكبر بالظبط، فلما انت يعني تخلق له الجو ده من اكيد من هم صغيرين يعني اكيد هو عارف هو مستقبله رايح فين، هو خلاص محدد. مصطلح جوب رول جديد اصلا في العالم كله اللي هو الكارير كوتشنج، ان حد بيجي بيقول لك الكارير بتاعك هيمشي فيه ازاي وعايز تتخصص في ايه ويعرف ميولك شكلها عامله ازاي اصلا. فاحنا بنعمل ده مع الاطفال يعني. عظيم جدا. طيب طبعا كل ده بيتم بالتوازي مع الدراسه اللي هو اللي موجود فيها دلوقتي، يعني انتوا مش مدرسه، لا انتوا بتزودوا وبتنموا مهارات الشباب او الاطفال يعني بالظبط مع الدراسه بتاعته الطبيعيه اللي هي المدرسه بالظبط. ده نظام تعليم موازي مع المدرسه بقدائم طول السنه، المدرسه بتعلم نظام اساسي اللي هو العربي والانجليش والماثماتكس الكي 12 الاساسي، احنا بنعلم تكنولوجي سبجكتس مواد تكنولوجيه خالص مختلفه عشان دي بقت سكيلز مهمه جدا للاطفال في السن ده. عظيم جدا.